احنا شايفين ان السوق المصري هيبقى فيه فرص كتيره جدا، سواء في الناحيه المحليه او في ناحيه التصدير، لان بعد التعويم بقى احنا بننافس بقوه كل الدول الثانيه المصدره. هي اعمالكم اتاثرت بالايجاب بعد التعويم ولا الارباح ما كانتش في المستوى اللي كنتم بترغبوا فيه؟ بصي، احنا زينا زي اي شركه في مصر اتاثرنا بعد التعويم، لان سعر المواد الخام ارتفع، لان احنا بنستورد معظم المواد الخام زي اي شركه في مصر. أوكي. فادى الى تقلص الربحيه بتاعتنا. بس احنا ما سكتناش، احنا ابتدينا نفكر ازاي نكمل مسيرتنا في السوق المصريه، وعملنا خطه، وكلمه السر في الخطه دي كانت التطوير. تطوير كل اعمالنا، ابتدينا نبص في سياساتنا الانتاجيه والمصروفات وسياساتنا التسويقيه، حتى ابتدينا نبص على المواد الخام ايه اللي نقدر نجيبه محلي. فالحمد لله عملنا كل ده. وهديكي مثل حلو قوي، احنا كنا بنستورد تقاوي البطاطس وكنا بندفع فيها ملايين. الشباب عندنا طلعوا بمشروع ان احنا نزرع التقاوي دي عندنا. دي كانت بتكلف الشركة قد ايه في السابق؟ ملايين. عشرات الملايين الدولارات. فالنهاردة الحمد لله عندنا 75% اكتفاء ذاتي من التقاوي. احنا بنتكلم عن تقاوي البطاطس. تقاوي البطاطس. وعندنا 6 اصناف احنا مسجلينها باسمنا. فالجودة احسن حتى من اللي احنا بنستورده. فاحنا املنا مش بس نوصل ل100%، ان احنا نبتدي نصدر في المرحلة الجاية لكل الدول بالجودة اللي احنا وصلنا لها بأيدي عمالة مصرية ومزارعين مصرية وطلعة من أرض مصرية. انتوا عندكم تجربة مميزة جدا في الزراعة، في 40,000 فدان تقريبا بتزرعوا من خلال الشركة، اشرح لنا بيتم ده ازاي؟ احنا عندنا البرنامج الزراعي بتاع تشيبسي، ده يعتبر تاني أكبر برنامج زراعي على مستوى بيبسيكو في العالم كله. وزي ما اتفضلتي، عدد كبير جدا من الفدادين، احنا بنزرع جزء، بنزرع 10,000 فدان، فدايما احدث التقنيه بنحطها في الفدادين وبنتعلم، وبعد كده بنحول اللي اتعلمناه للمزارعين، لان احنا بنعتبرهم شركائنا. فاحنا كلمتك على برنامج التقاوي، التقاوي دي احنا بنديها للمزارعين من غير فلوس، هم يزرعوا بيها، وبعد كده في المحصول ناخد احنا البطاطس، فيبقى احنا ساعدنا دورة رأس المال بتاعته وما كلفناهوش، وفي الآخر بناخد منه المحصول. مصر حضرتك بتقول هتكون مركز للتصدير، ده بالنسبة للمشروبات والأغذية ولا قطاعات يعني بعينها، ولا بتتكلموا على مستوى كل قطاعات الشركة؟ احنا زرنا الأسواق الأفريقية واكتشفنا ان في احتياج للمشروبات والأغذية الاتنين. في بلاد كتيرة ما بيخش لهاش المنتجات، بس احنا ما كانش عندنا الطاقة عشان نلبي الطلب. فان شاء الله من ضمن خططنا الاستثمارية نحرق الطاقة دي عشان ان شاء الله نتجه للتصدير بإذن الله. في اللقاء امبارح مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبعدها كان في كلمة للوزيرة سحر نصر اتكلمت فيها عن احتياج البلاد لاستثمارات ذات قيمة، تفتكر بتعني ايه بالتعبير ده؟ انا اعتقد الاستثمار لازم يجي يخلق فرص عمل، فرص تصدير، فرص انك تربي اجيال جديدة، فده كواليتي. فبالتالي انا لو استثمر جنيه يطلع لي مليون جنيه قصادي. عشان كده احنا الاستثمارات بتاعتنا مش بس رايحة في الانتاج، احنا رايحة في تطوير الكيبابيليتيز او المهارات اللي عندنا في الشركة. جزء كبير من الخدمة المجتمعية رايحة للشباب. لو عاوزين ننهض بمصر لازم نركز على الشباب. فدي اللي اعتقد تقصده الوزيرة، ان لما المستثمر يجي يعمل حاجة لمصر، مش تبني بس البلد، تبني البلد، يسيب وراه اثر، مش بس يخش يعمل فلوس ويطلع، ده ما يبقاش كواليتي. صحيح. في الفترة الأخيرة الشركات الكبرى المالتي ناشونالز دايما بيركزوا على المسؤولية المجتمعية،
انهم يدوا جزء تاني للبلد اللي بيشتغلوا فيها. انتم نشطين جدا في القطاع ده، عندكم دعم الشباب، دعم احلام الشباب، حتى يكفي اننا ننظر لنموذج محمد صلاح اللي اصبح نجم عالمي لنعلم يعني قيمة المسؤولية المجتمعية للشركات. تكلمنا اكتر عن البرامج الخاصة بكم لدعم المجتمع بشكل عام. انا عاوز اتكلم على الشباب المصري. انا بجتمع كتير قوي بالشباب بتاعنا، عنده افكار وعنده طاقه وعنده حيويه، بس دايما عنده الحته هوصل ولا لا. احنا من خلالنا بنقول ايه، احلم واحنا هنمدلك ايدنا ونساعدك. ناخد مثل دوري بيبسي المدارس، 12 لعيب في منتخب مصر على راسهم محمد صلاح اكتشفناهم في دوري بيبسي، فاديناهم فرصه، الباقي عليهم، انه كان عايزها وضحى واشتغل.